على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ والمجالس الفرعية وصلاة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية محمد زين بدا مدينة موندو حاضرة ولاية لوغون الغربية. وتأتي هذه الزيارة في إطار أنشطة الحزب الرامية إلى تجديد الأمانات الولائية وكذا الاستعداد للمراحل الانتخابية المقبلة لا سيما التشريعية والبلدية أو المحلية. وقد حظي الوفد باستقبال شعبي كبير وسط جماهير حاشدة من مناضلي ومناضلات الحزب ومختلف مكاتب المساندة رافعين شعارات تعبر عن مدى التزامهم بالمبادئ السياسية للحزب ووقوفهم الدائم خلف الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو. ونشير إلى أن يوم السبت 18 من مايو هو التاريخ والموعد المقرر للتنصيب الرسمي للأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بلوغون الغربية من قبل الأمين العام محمد زين بدأ.